اتصلي بابوكي دلوقتي قولي له انك هتسيبي البيت وانك بتكرهيه قوي ومش عايزه تشوفي وشه تاني. يعني بجد هكسب الفلوس؟ ال 3000 جنيه دول حالا، بس اعملي اللي بقول لك عليه علشان المشاهدين بتوعنا دول ينبسطوا. طيب تمام هتصل. مشغول. بابا ازيك عامل ايه؟ الحمد لله يا حبيبتي خير. مال صوت؟ مفيش، انا كنت عايزه اقول لك حاجه. قولي يا حبيبتي خير. انا عاوزه اقول لك. ما تقولي يا بنتي في ايه اللي حصل؟ بابا انا بحبك قوي، ما اقدرش اعيش من غيرك. في حاجه يا حبيبتي؟ طيب عشان تقولي لي كده. السلام عليكم يا حاج. عليكم السلام. مين حضرتك؟ انا علي الهلالي صاحب قناه الهلالي شو على اليوتيوب يا حاج. اتفضل يا حبيبي. انا حابب اقول لك يا حاج ان بنتك كسبت معانا ال 3000 جنيه دول. بجد ولا بتهزر؟ هي طلعت مؤدبه لدرجه ان هي ما هنش عليها انها تغلط في حقك يا حاج. ربنا يخليك يا رب. ربنا يكرمكم يا رب. انا مش مصدقه نفسي من الفرحه. خلاص بقى مسحي دموعك واعرفي ان ابوكي ده اهم راجل في حياتك ولازم يتشال على الراس. اللي بعده.